احنا عندنا اصلا مشكله كبيره، كويس انت راح تسال ده، عندنا مشكله كبيره في آلة النقد عموما. النقاد الادبيين المهتمين بالدواوين الشعريه وبالمؤلفات قليلين جدا جدا، لان وجودهم كان متزامن مع وجود الصحف والجرايد. كان زمان الجرايد ليه اهميه كبيره جدا، كان اللي يطلع في الجورنال ده بيبقى مشهور، فكانوا الكتاب النقاد بيكونوا موجودين في الصحف في الصفحات الادبيه بيكتبوا ارائهم. دلوقتي النقاد موجودين قليلين جدا، فحتى يعني وجود النقد وحتى ان وجد ان يكون عنده اليه جيده للنقد ده قليل جدا ونادر جدا. طبعا كتب عني اكيد نقد كتير وباحثين مهمين كمان، اذكر منهم الدكتور محمد بدوي والدكتور فتحي عبد السميع والاستاذ مجد يوسف، وكتاب مهمين جدا في الاعمال المصريه وحتى في الفصحى. بس طبعا لا يعني اتمنى انه يكون الجزء الاكاديمي ده موجود اكتر. اتمنى كمان حتى لو كانت القرايه غايبه شويه، حتى لو كانت الاهتمامات بالنقد الناس تقرا نقد قليل، بس احنا نساعد في ده، نشتغل على ده. والله انا اتفهم غلط موضوع اعتزالي. انا كان عندي مشاكل في ولا تزال موجوده في الفقرات العنقيه، وكانت بتعمل لي الام في جسمي بسبب ضغط على الرقبه. وفي حفله اسكندريه سنه 2020 تعبت جدا وكان عندي الام جسديه طول الحفله، وخدت مسكنات قويه يعني، وكانت دي ثالث او رابع حفله احس بالتعب. فبعد الحفله قلت يا جماعه انا بستاذنكم ان انا هوقف الحفلات بتاعه المحافظات شويه لحد ما ابقى كويس. فطبعا بقى تاني يوم لقيت بقى الاخبار والجرايد بقى والمواقع حاجات طبعا عجيبه جدا، ورم، كرسي متحرك، سقوط شاعر شهير من على المسرح، مش عارف ايه. ما كانش في حاجه خالص. انا خلصت الحفله، ميرسي جدا نورتونا، قمت خدت بعضي وركبت وروحت وكل حاجه تمام، ودخلت كتبت البوست ونمت يعني جميل مفيش مشكله. بس طبعا حصل بقى اللي حصل، وبعدها حتى على طول لقيت ريهام سعيد بتكلمني وقالت لي انا لازم نيجي اجي لك البيت اسجل معاك لقاء طويل عشان تتكلم عن الحكايه. وقفت الموضوع سنه ونص تقريبا، كنت بعمل حفلات في القاهره بس، وبعدين يعني واحده واحده بدات ارجع الحمد لله. لا وقت طبعا، وانا بقى في سبايدر مان لحقني عملوا السسبنس طبعا بتاع الصحافه والمواقع يعني. لا 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 انا 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 ذاتي جدا، وانا بكتب عشان نفسي بالمناسبه يعني، هقول لك على ده والقريبين مني يعرفوا عني كويس كده. انا بكتب شعر عن نفسي وعن اللي بيحصل لي. الجمهور مهم، هو اهم حاجه في الشغلانه، بس في الاخر انا بستمتع بالمهنه بتاعتي لما اكتب الحاجات اللي بمر بيها. لما بكتب ببسط، فلما بكتب عن نفسي، ما بكتبش حاجه انا مش حاسسها وحاجه ما عشتهاش. ف 99% من اللي انا كتبته في حاجه تخصني يعني، او كتبته عن حاجه لازم اكون مريت بيها يعني. انا في سنه من السنين، حوالي سنتين، كنا بنعمل أغنية لمسلسل في رمضان، وبعدين الأغنية دي كانت هتغنيها أصالة، وكنت المفروض أكتبها لأن إحنا خلاص ده رمضان، إحنا داخلين يعني تصويره بيخلصوا رمضان الشهر الجاي أو اللي بعده، عايزين أغنية على طول. وجالي السيناريو قريت، ما عرفتش أكتب لأني ما كنتش جوه الحالة. كلمت ناس يحكوا معايا، فروحت كاتب لأصالة الغنوة بتاعت كان يا مكان بتاعت المسلسل بتاع روجينا ده، بسبب ان انا لازم اعيش القصه، لو ما عشتهاش ما اقدرش احسها. في شعراء بيشوفوا انه الموهبه انك تكتب عن حاجات وانت ما عشتهاش. انا مش كده، انا مش من المدرسه دي، انا مدرسه ذاتيه زي ما حكيت.